شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين، نتمنى إنكم تكونوا بكامل الصحة والعافية. بنرحب بكم يا شباب في اليوم الخامس لدورة اللاب سيفتي أو السلامة في المعامل، ونواصل بإذن الله في المحاضرة رقم 10 من قطع من حديث. اليوم يا شباب حنبدأ نتكلم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو handling of disease or organism، اللي هو كيفية التعامل مع الأمراض والكائنات الحية الدقيقة في المعامل، سواء كانت بكتيريا، فيروسات، فطريات، whatever. فموضوعنا اليوم صراحة عنده علاقة بلابين، اللي هو الميديكال لاب والبايو سيفتي لاب، باعتبارهم أكثر أنواع اللابات اللي بيتم استخدام، أو الموضوع ده بيكون فيه موضوع الديسيز والأورجانيزم دي. فإن شاء الله هنحاول نمر عليهم لو الزمن كفانا في خلال المحاضرة دي، اذروايز ممكن نمر على الميديكال لاب والبايو سيفتي، ان شاء الله نخليه المحاضرة القادمة. تفضل استاذة سوزي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باشمهندس. السلام عليكم أخوان والأخوات المتدربين، أتمنى أنكم تكونوا بخير وصحة وسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا مما علمت سيدنا آدم وفهمنا مما فهمت سيدنا سليمان. زي ما ذكر باشمهندس خالد، today إن شاء الله حنتكلم عن الـ handling of disease or diseases or organisms، اللي حنتكلم عن التعامل مع الأمراض أو الكائنات الحية. ونحن لما نقول تعامل ويمين التعامل الآن سيف، لأن نحن الكورس بتاعنا كورس بتاع سيفتي، يعني سلامة، سلامتك أنت، سلامة زملائك، سلامة المكان حولك، يعني مكان العمل. طيب، قال لك infectious disease. أول حاجة حيبدأ يعرف لي يعني شنو infectious disease. أنا لما أتكلم عن تعامل مع أمراض مع كائنات، معناه في حاجة معدية، اللي هي أمراض معدية. قال لك in medicine a process caused by an agent often a type of microorganisms that impairs a person's health. قال لك في الطب عموما، يعني كلمة الأمراض المعدية دي هي عملية مثلا بتسبب لي عامل نوعا ما من الكائنات الحية أو الدقيقة. In many cases infectious disease can be spread from person to person either directly, for example, via skin contact or indirectly via contaminated food or water. اللي طبعا عموما يعني مرض منتشر ده ممكن ينتشر، مرض معدي من شخص لآخر، ممكن بطريقة مباشرة، يعني طريقة غير مباشرة، مباشرة عن طريق الجلد، يعني سوري، من شخص لآخر عن طريق الجلد، ملامسة الجلد، طريقة غير مباشرة عن طريق الطعام، الماء الملوث. احنا عندنا طبعا عدد لا بأس به من الكلام ده، الأمراض الملوثة دي، الطعام الملوث والووتر كثير شديد، ناس التايفود والغير والغير موجود عندنا في السودان، الديسنتاريا، الكوليرا. طيب، البوينت الثالثة may be caused by microorganisms such as bacteria, viruses, fungi and parasites and spreads in different ways. قال لك كمان طبعا الحاجات دي بتسبب لك كائنات الحية زي الدقيقة، زي البكتيريا، الفيروسات، الفطريات والطفيليات، وتنتشر بطرق مختلفة. طيب، أداك اكزامبل للأمراض دي اللي بتحصل لي عن الـ من الـ من الحياة اللي فوق دي، بكتيريا، فيروسز، أو مثلا باراسايتس، وهي أمراض معدية، إنفلونزا، فلو العادية، الكوفيد 19 طبعا، كورونا فيروس ما في زول ما عارفه، هو فيروس، الإنفلونزا فيروس برضو، بعد التي بي، السل، بعد الملاريا، الملاريا عن طريق باراسايت، طفيل الملاريا تنقل لنا البعوضة من إنسان إلى آخر، من الأمراض المتوطنة عندنا في السودان، والمرض مؤذي يعني، وقتل العديد من الناس ومن الأطفال، ويعني بالذات في حزام في شريط الملاريا في أفريقيا، يعني حاجة من خطورة، من مكان الهيباتيتس بي، كبد الوبائي بي، اتش اي في، الايدز، نسال الله السلامه، هو مرض الايدز طبعا مرض غني عن التعريف برضه من الفيروسز، الدنك فيفر، حاليا شغال الدنك فيفر في السودان، الفتره اللي فاتت دي كان في زي وباء كده بتاع حمى الضنك، برضه هي بتتسبب، بتتنقل، هي فيروس لكن بتنتقل عن طريق لدغه بتاعت بعوضه تقريبا اسمها الايديز، اذا الذاكره ما خانتني، بتنقل لي المرض ده من شخص لاخر، وهم يعني متعبه، بتعمل الام في العظام، بتكون فتر المرحله الاخيره بتاعتها، ممكن يحصل للانسان نزف، يعني بيقولوا لها هي الناس بيقولوا لها الحمى النزفيه. يعني الكوليرا، كوليرا برضو من الامراض الشائعه في اغلب الدول الفقيره، يعني
برضو من تلوث طعام أو مياه أو غيره. بعدك التايفويد فيفر مشهور عندنا، والزيكا فيروس، دي كلها أمراض تعتبر من الأمراض المعدية واللي بتأثر على صحة الإنسان. وإذا الشخص الشغال في اللابروتريز، الميديكال لابروتريز أو البايو سيفتي لابروتريز، بيتعامل معاه تعامل دايركتلي، لازم يحمي نفسه منها بطريقة المناسبة، بحيث إنه ما تنتقل له أو تأثر على البيئة اللي هو شغال فيها، بحيث إنه تأذي زملائه أو يشيله كمان يطلع بيها برا ينقلها لأسرته يعني، أو الناس اللي بيتعامل معاهم، أو حتى لو في داخل المستشفى اعمل لها سبريد داخل المستشفى. فأنت من الأهمية بمكان التعامل مع الأمراض دي بطريقة سيف آمنة، وزين أنت تعمل التست إذا أنت في ميديكال لابروتري، أو لو أنت شغال اختبارات تحاليل على العينة دي، لحد ما أنت تعمل لها ديسبوز تتخلص منها، إن كيس أوف إنها حصل لها سبيل أنا كيف أعرف أتعامل معاها لو اتدفقت. وكل الحاجات دي إن شاء الله إحنا نحاول نتعرض لها بطريقة إن جنرال، في حاجات بطريقة ديتيلز، وإن شاء الله الناس تستفيد، والناس برضو ترجع تطلع تدينا فيدباك للمعلومات اللي هي بعدين إحنا اديناهم الهايلايتس أو الحاجات المهمة، يورونا المعلومات هم كمان اللي استقوها. طيب بس مهندس ممكن نمشي للسلايد اللي بعدها. طيب هنجي لجنرال رولز المفروض تكون في الهاندلنج اوف ديزيز اور اورجانيزمز. زي ما تكلمنا عن الجنرال رولز، الجنرال رولز او القواعد العامه اللي كانت فوق هناك في كل اللابروتريز شامله، حتى اللابروتريز الكيميائيه، اللابروتريز الاحيائيه، اللابروتريز بتحت الاذعاع. هنا برضو عندنا في الميديكال لابروتريز وفي البايو كيميكال بايو هازارد بايو سيفتي لابوراتوريز، في عندنا كمان برضو جنرال رولز. جبال في السلايد اللي قبليه انا كان المفروض اشير لكم للعلامه اللي هي الشكل العامل زي الحلقات داخله في بعض دي على يدنا اليمين في الجدول ده يا باشمهندس، دي طبعا هي العلامه بتاعت انه في خطر احيائي. ايش التير تيك كير لقيته في اي حته، ده خطر احيائي، خطر احيائي. ومفروض يكون الاوثورايز بيرسون اونلي يخش، ما اي انسان يدخل ليا، لانه يكون لابس حامي روحه عامل الاجراء المحدد عشان يتعامل مع الخطر الاحيائي. طيب حته مهمه شديد، احنا ديورينج الكورس ده او حاليا حته البايو سيفتي حته الميديكال لابروتري دي، احنا هنكون مستصحبين معانا المواصفه بتاعه الايزو بتاع السلامه في المعامل، وهنكون مستصحبين معانا الاجراءات العامه قلنا لسلامه المعامل. بالضروره من الضروره بمكان انت الايزو، انت ممكن ما اخذ ايزو او اعتماد لمعملك انك انت تكون معمل معتمد، معمل اخذ زي ما بيقولوا شهاده بتاعت ايزو للمعامل بتاعت التحاليل الطبيه او المعامل الميديكال فيلد احنا بنقول عليها، لكن ما يمنع انك انت تكون في الحاله دي انك انت تتعامل ب زي ما بيقولوا تصل تطبق، تحاول تطبق الـ تطبق الايزو ستاندرد ده او المقياس او المعيار العالمي ده، بحيث انك في لحظه من اللحظات ان شاء الله تكون ما تصل للحته دي تصل ليها. فيعني شنو، انا هحاول اشيل منه هايلايت عدد من الحاجات كده اخذتها هنا، والناس يعني تحاول تطبقها حتى لو انت ما عندك اعتماد، ما عندك شهاده معتمده وهكذا. طيب أول حاجة قال لك allow only authorized personnel only authorized individuals in infectious disease laboratory. طيب قال لي شنو؟ خلي بالك إنك تسمح فقط للأشخاص المصرح بهم عشان يدخلوا لي في مختبر الأمراض المعدية ده، او حتى في المختبر بتاع اللابروتري بتاع الميديكال لابروتري. بنمشي في المستشفيات بتكون واقف برا، بيجي الشخص بيقول لك خد السامبل هنا مثلا عندنا في السودان، لا في ناس بيصروا انه يخشوا جوا، لا ما مصرح لك انك تدخل، ده للشخص الشغال بس، الموظف الشغال جوا اللابروتري هو اللي من حقه يدخل، واللي من حقه يعني يشيل السامبل، واللي من حقه يتعامل مع المعدات الموجودة أو يتعامل مع السامبلز العينات اللي عنده الموجودة. طيب البوينت الثانية، don't allow individual to work alone procedures for proper use of equipment and maintenance. قال لك خلي بالك
ما تخلي الأشخاص يتعاملوا أو الأفراد يكونوا قاعدين بمفردهم، ولازم تتبع الإجراءات بتاعة الاستخدام السليم للمعدات ولصيانتها، لأنه أنت إذا ما استخدمت المعدات دي بطريقة سيف أو بطريقة آمنة، أنت ربما يا جماعة تعمل مشكلة لنفسك، يحصل لك تسرب، ما تحصل لك حاجة، أنت ما تقدر تتعامل بطريقة سيف أو بطريقة آمنة. فالأفضل أنه أنت شنو تتعامل بطريقة آمنة مع المعدات بتاعتك دي، من ناحية صيانتها، من ناحية التعامل معها، وما تكون لوحدك يا جماعة، ما تكون لوحدك. دي احنا في أي حتة كل مرة بنكررها، إنه ما تكون الانديفيديوالز ما يكونوا قاعدين لحالهم، لازم يكون معاهم شخص موجود لحالات الطوارئ. إذا حصل طارئ يقدر زميلك ينقذك، أو يقدر يعني يتصرف، ما يخليك إنك أنت في حالة الطوارئ لحالك. طيب ممكن نمشي للسلايد اللي بعدها يا باشمهندس. ويا جماعه الستيكرز دي تكون معلقه، تكون موضحه، تكون مثبته، موجوده في كل الحتات، ما يعني بيبر ده بايو هازارد اونلي اوثرايزد، ونلقاها يعني الحمد لله في المعامل بتاعت المستشفى تلقى ممنوع الدخول لغير العاملين، بتلقاها معموله يعني، لانه هنا في خطر، خطر احيائي، خطر حتى هو اللي بيحللوا حاجات كثيره، لكن في من ضمنها خطر احيائي اللي العينات السامبلز بتاعت البلط دي يكون فيها اخطار احيائيه. طيب يوز بروبر، احنا لسه مواصلين يا جماعه في الكونتينرز، في مواصلين في الرولز او القواعد العامه للتعامل مع المعامل الميديكال ومعامل الاحيائيه. يقول لك يوز بروبر كونتينرز فور ترانسبورتيشن انكيوبيشن اند ستورج، قال لك خلي بالك استخدم حاويات مناسبه عشان تنقل للنقل وللحاضنات وللتخزين. على يدنا اليمين بتلقى دي اشكال الحاويات، شخص شايل له سامبلز بتاعت بايو سيفتي از اكزامبل، مثلا سامبل بتاعت التطعيم، التطعيمات اللي بيدوها للاطفال دي فيروسات مضاعفه، لازم تتشال في اسمها كونتينر زي دي، وفي الغالب طبعا لازم تكون مبرده لانه يكون مضاعف وفي جو بارد، اذا درجه الحراره ارتفعت للفيروس ده بيموت وبيبقى ما فعال التطعيم. فالنقل للعينات لحضانات لتخزين مهم جدا يكون في الكونتينرز دي، الكونتينرز بتاعت البايو بروبر كونتينر، حسب كل حاجه هم محدد لها انها تنقلها كيف، الباكسين انقلها ليه في الكونتينر الكده، خزينه ليه كده من مكان لمكان اللي هي النقل والتخزين، وحتى عند التعامل انت بتتعامل وترجعها ثاني تكون في نفس الحكايه دي، في نفس الكونتينرز دي. الحاجه الثانيه من المهميه بمكان ليبلنج اوف لابراتوري سامبل اند كلتشرز، من حاجه طبعا مصد، انت اذا في اللابراتوري العامه بقول لك اعمل ليبل للسامبل بتاعك، كيف انا سامبل بتاعت عينه بتاعت مرض او عينه بشايله من شخص عملت له اناليسيز، انا ما اعمل لها ليبل، الليبل بيحتوي لي طبعا عموما بيجي في سيستم بتاع المستشفيات، في مستشفيات كثيره شغاله بيكون فيها الرقم كده من بره من الكاونتر او الاستقبال الريسبشن، بيدخلوا لك اسمك وبيدوك رقم بيمشي بتاع بتعمل حته وضع، مثلا لو دفعت رسومه وكده يكتب لك اسمك رقمك والعينات حاليا المفروض تعملها، بتمشي للمعمل هناك بيستلمها بشريط كده، بيقوم بعد ذاك بيطلع عليه كل تحليل، اعمل استيكر يلصق الهيبفون فيه ورقمك اسمك وكده، بحيث انه لما يجي يطلع النتيجه الكلام ده كله يكون سيستم، حتى لو شغالين بالطريقه العاديه المانيوال اللي ما فيها سيستم بتاع ضبط العينات الداخل والماركة، وانس انت جاتك سامبل بيكون في ليبلنج ليها، لازم ليبلنج واضح ليها بتاريخها باسم الشخص بالتست اللي انت المفروض تعمله ليه. ودي اشكال التست سامبلز، طبعا اكيد الكونتينرز دي شفناها كلنا في المعامل بتاعت الميديكال لاب للبلط، برضو في البايو سيفتي بيستخدموا نفس السامبلز دي. لاحظ في الدو اند دونت يا باشمهندس بالبلو ديل، اللي دو نوت يعني ما تاخذ 3 سامبلز حتى لو لنفس الشخص، ما تعملوا لي ستيكر كده واحده وتلفهم مع بعض بستيكر واحده، ما تاخذ الستيكر بطريقه مايله كده وملولوه وملفلفه، ما تاخذ الستيكر بطريقه انها ما مفهومه، خدتها زي في حته الدو دي، الستيكر تكون واضحه على جنبنا الشمال دي، البوتلز واضح الستيكر حولها، الليبل موضوع بطريقه سليمه بحيث انه يتشال ويكون واضح. طيب ممكن نمشي للبوينت اللي بعدها يا باشمهندس. طيب عندنا حاجه مهمه جدا يا جماعه في الجنرال رولز اللي احنا المفروض نتعامل بها داخل اللابراتوريز، يا جماعه درجه الحراره
ثم درجة الحرارة، ثم درجة الحرارة بتاعت اللابروتريز، حتى اللابروتريز العادية درجة الحرارة غير إنها ممكن تأثر لك على على الكلتشرز بتاعتك أو على السامبلز بتاعتك، في تأثير على العامل ذاته، بتأثر لك على اللايف تايم بتاع الجهاز بتاعك. الأجهزة دي أغلبها يعني كلها بتجيب المانيوال، الاوبريشن مانيوال، بتفتح الاوبريشن مانيوال بتلقى مكتوب لك درجة الحرارة بتاعت استخدام الجهاز من كده لكده، بتكون محددة. ما في جهاز بيكون مثلا فوق 30 دي نهائي، في الغالب أقصى حاجة يكون إنه 30. الأجهزة اللي بتكون إن لابروتري إنسايد لابروتري المفروض تحافظ عليها في درجة الحرارة دي، تخزينها في درجة الحرارة دي، حتى لو هو جهاز بيحصل له تسخين وكده، لكن لازم تحفظه في درجة حرارة محددة تكون محددة لك، ودرجة رطوبة محددة. إحنا بحمد الله في السودان مشكلة الرطوبة ما موجودة عندنا، لكن مثلا في الخليج الرطوبة فيها مشاكل، في بعض دول أوروبا في مشاكل الرطوبة دي اللي هي بتعمل كوروجن طبعا بمرور الزمن مع يعني حرارة ورطوبة مع بعض، الاثنين بيعملوا لك كوروجن أو تآكل للأجهزة. فأنت من الأهمية بمكان يكون عندك مونيتورينج لدرجة الحرارة بتاعة اللاب. الجهاز اللي باليمين ده اسمه داتا لوجر، دي ابسط نوع من انواع ضبط درجات الحراره الموجوده في المعامل، نوع بسيط، في انواع كثيره متطوره، في نوع بيقيس لك الحراره والرطوبه والضغط حق اللابروتري، في نوع بيقيس لك الضغط والحراره والرطوبه فقط، في نوع بيقيس الضغط بقى عندك جهاز بتاع ضغط بس بيكون، لكن في الغالب الافضل هي انه بيقيس لك الرطوبه الضغط الحراره. ليه؟ الحراره تضبط بها قلنا، والرطوبه تضبط بها جو المحيط للمعمل ولأداء التجربة. في تجارب بيقول لك تكون في درجة حرارة من كده لكده، والضغط يكون من كده لكده، لأنه تستخدم بعدين كوركشن بتاع الضغط الموجود. التجارب عموما بيقول لك اتموسفيريك بريشر، او يكون حدد لك ستاندر بريشر، محدد لك مثلا 1.101 كيلو باسكال، ده الضغط المفروض تشتغل عليه، بيديك معادلة بتاعت كوركشن للضغط لتجربة معينة. في تجارب كثيرة بتعمل لها كوركشن بالضغط، مثال في اللابروتري بتاع الكيمستري او بتاع البترول، الفلاش بوينت بتعمل لها كوركشن في الضغط، لان بتشتغلها في الضغط المحيط بتاعك كم تشوف، وتعمل كوركشن للضغط الستاندر ال 100 1.1 101.1 كيلو باسكال وهكذا. طيب نيجي نشوف السلايد دي قالت شنو. تمبريتشر قالك اني اكويبمنت جنريتنج اكسسيف هيت اور تشيل شال بي ايزوليتد فروم جنرال ورك سبيس. قال لك اي جهاز بيعمل لي حراره، بيولد لي حراره شديد، انا لازم حراره زائده ما حراره عاديه، انا لازم احصره، اعمل له مساحه، احصره في حته معينه من اريا للعمل، يكون قاعد في حته بعيده كده، ده لانه بيعمل لي تسخين شديد، زي مثلا الاجهزه اللي بنعمل فيها ديستليشن بدرجات حراره عاليه، لكن هي الحراره بتكون منتشره في حته بسيطه كده، في اريا بسيطه ما للاب كله، لكن ما برضه في توليد بتاع حراره افضل اكون خدتاه في حته ما، تحت فيوم هود، او خدته في اللي هي دولاب ابخره، او خدته في جزء من ايري محدد ان لا بعيد شويه. طيب نمبر 2، بيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت انكلودنج ثيرمال بروتكتيف جلوف اند ابروبريت كلوذنج شال بي بروفايد تو الاو فور بيرسونال سيفتي اند كومفورت. معلش هنسرع نسق القرايه شويه عشان ندي فرصه لانه المفروض ترجمه اكثر يعني وقتها. يجب انه نوفر معدات الحمايه الشخصيه بما في ذلك الغفازات، قال لك بتاعه الوقايه الحراريه والملابس المناسبه. ليه؟ عشان اضمن سلامه الافراد وراحتهم. اي جهه في اجهزه الاجهزه بتاعت الحراره دي، يا في الفرن اللي بجفف فيه حرارته مثلا تكون ممكن 40 او ماكسيموم 50، في فرن انا بحرق فيه السامبلز بيصل ل 400 500 مرات ل 800 درجه مئويه، عالي شديد، انا كيف اتعامل معه بايدي ساي؟ لا، بلبس له قفازات حاميه وقفازات سواء من الصوف عشان تحميني انا عند التعامل الآمن مع الحاجة دي. احنا بنشبه دائما البيوت والمعامل، اواكشر المطابخ بتاعت البيوت تشبه المعامل عندنا. الافران انت ما بتستخدم في الفرن يدك ساي، بتلبس دائما حماية لايدينك او تلمس بقطعة بشكير ثقيل يعني تمسك به، فهذه من الحماية للشخص العامل. معناه احنا التمبريتشر من الأهمية بمكان تضبطه، حتى ديورج انك تتعامل مع معدة مسخنة، تتعامل مع انك تكون لابس اجراءات السلامة. يا جماعه اجراءات السلامه طوالي، كل ما نجيب لك رول بنجيب لك دائما اجراء السلامه معاه. طيب نمبر 3، ambient temperature in laboratories should be controlled as far as possible to level compatible with laboratory worker comfort. قال لك خلي بالك انك تتحكم بدرجه الحراره المحيطه بالمختبر قدر الامكان. ليه؟ عشان تتوافق لي مع راحه منه العاملين داخل المختبرات، يعني العامل داخل المختبر ده انا لازم كمان اعمل له شنو،
اخليه انه قاعد في حته في حراره مريحه له، درجه الحراره ما تكون عاليه والجو يكون بالنسبه له دائما مريح. درجه الحراره بتاثر على صحه العامل، انت لازم تخليه في جو مريح ويقدر يشتغل ويؤدي الوظيفه بتاعته بكل امن وامان. كده بنكون انتهينا تقريبا من التمبريتشر فيما يختص بالتمبريتشر. طيب نمشي للسلايد اللي بعدها. السلايد اللي بعدها بتتكلم لنا عن الفنتيليشن من الروز يا جماعه، الجنرال روز او اجراءات السلامه في العامه فيما يختص بالمعامل، التهويه، تهويه المعامل. طيب تهويه المعامل وبالاخص بمكان هذه المعامل اللي بتحتوي لي على البايو هازارد او بتحتوي لي، او المعامل اللي بيكون الميديكال لابراتوري دي كلها بتحتوي على بايو هازارد، مخاطر احيائيه. طيب البوينت الاولى قال لك any equipment with potential to generate exhaust fume or emit excessive heat, steam, odor or toxicity shall be isolated from general workspace and placed under a suitable extraction hood. If such arrangement are not possible, special arrangement for worker comfort shall be provided. معليش انا ثاني بكرر حاجه سريع عشان اخذ وقت اطول في الترجمه والشرح. قال لك لازم نعزل المعدات اللي عندها مقدر على توريد الحراره أو توليد الأبخرة أو تبعث الحرارة. قبل قلنا توليد الحرارة، الآن مش حرارة بلا تبعث أبخرة ونخطها أو رائحة أو سمية زائدة توكسيك، دي خلاص حاجة دي أنت لازم تخطها تحت وين؟ تخطها تحت مساحة بتاعت عمل بعيدة كده، أو الأفضل تخطها في إحنا بنقول عليها الفيوم كابورد اللي هي دواليب الأبخرة. هنيجي نتكلم عن دواليب الأبخرة دي يا جماعة في المعدات بتاعت المعمل اللي تحت إن شاء الله بعدين. اللي هي دواليب ممكن في الصوره باليمين دي باشمهندس تعمل عليها على يدك الشمال دي فيها جيمي دي، في حاجه قريبه منها اللي هي بتكون دواليب الابخره. طيب في اللابروتري ده المدخنه دي، المدخنه دي على يدك الشمال، شمال يا باشمهندس، المدخنه دي بيكون في دولاب دي اسمها جيمي، مدخنه زي المداخن اللي بتستخدم في المطبخ في البوتاجازات الحديثه، بيكون في جيمي كده بيطلع الابخره دي، ممكن لو جهاز بيولد حراره او بخار تحطه تحتها. وفي حاجه احدث شويه بيكون دولاب عديل وداخله التشيمي دي من داخله بتسحب الهواء وتطلع. لو لاحظوا ده لابروتري هي سيستم فنتليشن سيستم مترابط مع بعض، حاجات بتسحب الهواء وحاجات بتدخل لي هواء. الدواليب الموجوده باليمين دي كلها اسمها بايو سيفتي هازارد، اللي هي بايو سيفتي كابينت. انا اسفه دي البايو سيفتي كابينت دي كابينات بتاعة السلامة الأحيائية اللي هي بتشتغل فيها التجارب اللي فيها مخاطر أحيائية. حتى الجلوفز بتاع أو اليدين الحاجات الصفراء طالعة لبره دي حيث إنك أنت بتدخل لما تيجي تشتغل بتكون بتشتغل كده عن طريق الحاجة دي بالطريقة دي. وممكن يكون برضو جزء منها باي سيفتي كابينت، وممكن يكون برضو فيوم كبرد. بتختلف الفيوم كبرد من البايو سيفتي كابينت كالآتي: البايو سيفتي فيها فلتر فلتريشن وفيها الهواء ذاته بتعمل له ريسيركيوليشن للهواء من الداخل بطريقه ما، فلتر ليه؟ عشان الاورجانيزمز دي بيفلتروها ما تطلع علينا للهواء تاذي الجو المحيط. اما الفيوم كابرز دي بيكون انها هي بس بتعمل سكشن للهواء وبرضه بيطلعوا عليه بطريقه معينه عشان يطلع عليه الهواء السام خارجا. وانت بس وبرضه ويكون بس الحاجات السامه محصوره داخل الفيوم كابرز دي بحيث انك انت ما تاذيك ما تستنشقك، يعمل لها سكشن او امتصاص. الدواليب اليمين وشمال دي وحدات بتكون مثلا بايو هازارد كابينت، وحدات بتكون فيوم كبرت. ممكن تتلاقي في نفس اللاب لاب السلامه الاحيائيه في حاجه يحتاج لانه يكون مثلا يسخن حاجات او كيميكالز، وفي نفس الوقت يكون محتاج لكابينت بتاعه سلامه. اللابس بتاعه الكيمستري العاديه ما فيها كابينت بتاعه سلامه، بايو سيفتي بايو سيفتي كابينت سلامه احيائيه، فقط بيكون فيها فيوم كبر او التشيمي دي المدخنه دي اللي على يدنا الشمال دي، التشيمي اللي على يدنا الشمال. طيب نمشي نرجع تاني للسلايد، الكلام في السلايد. فقال لك اذا الترتيبات دي لازم تكون ممكنه يا جماعه، لازم احنا نعملها عشان راحه العامل الشغال، راحته وسلامته. سلامه العامل اولا، احنا عندنا الانسان العامل اللي داخل اللابروتري ده من الأهمية بمكان السلامة بتاعته، أنا سلامة العامل فوق كل شيء. طيب البوينت الثانية local natural or mechanical ventilation is advised where unpleasant or nauseous odor could arise from certain manual process.
طيب قال لك خلي بالك كمان، ننصح احنا نهوي، يكون في تهوية طبيعية او ميكانيكية، ده الكلام الاساسي احنا شرحناه بتاع التهوية ده، الميكانيكال دي التهوية الطبيعية ان شاء الله افتحوا الشبابيك في فترة من الفترات، الناس تفتح الشبابيك تهوي الحتة، طبعا في حال انه ده لاب بتاع كيمستري عادي، لكن لاب بتاع سلامة احيائية انت ما بتقدر تفتح الشبابيك لانه ممكن تعمل مشاكل، تنقل المخاطر دي خارج اللابراتوري، فانت الافضل تكون عندك الميكانيكال التهويه، الميكانيكال دي عن طريق البايو سيفتي او عن طريق الفيوم كابورت او التشيمي المدخن العاديه، ممكن تنشا لك يقول لك روائح كريهه، تعمل غثيان، الناس اللي بيشتغلوا على السامبلز بتاعه الستولز يعني مخرجات الانسان دي، الستولز اليورين كده، ف في روائح ما جميله طبعا يعني، فتعمل للناس مثلا غثيان وكده. وعموما بالمناسبه بتلقى انت دايما الروائح بتاعت الميديكال دي اغلبها روائح بتاعت، تلقى ايثانول، تلقى بيلان بيستخدموا طوالي في حاله تطهير وديسنفكتنت، بتلقى ريحه الايثانول دايما طالعه يعني، ريحه الكحول بتاعت التعقيم او كده، بتحس فيها دايما بتاعت معقمات ايثانول او حاجات يعني بتاعت معقمات طالعه ريحتها شديد، بتتغلم على الروائح الما جميله دي، لكنهم في النهايه بيتعاملوا مع اشياء ريحتها يعني ما جميله. حتى ممكن انت في ناس المنظر بتاع السامبلز ده مهما اتعودوا عليه بيبقوا شغالين عليه وبرضه بيعمل لهم يعني غثيان وكده. طيب البوينت اللي بعدها قال لك ambient humidity and change of air in laboratories should be made compatible with laboratory worker comfort and safety. قال لك خلي بالك الرطوبة ذات المحيطة دي وتغيرات الهواء لازم تكون برضو متوافقة مع راحة العاملين وسلامتهم في المختبر، يعني حتى الرطوبة جوا المختبر ده انت احنا هنقيسه طبعا، عندنا جهاز بتاع داتا لوجر للهيوميديتي، ولازم تكون بحيث انه تتوافق مع الراحة بتاعت العامل، الرطوبة المناسبة له والجو المحيط المناسب، البارد شديد ممكن يأذيه والحار شديد، حاجة متوسطة كده في نفس الوقت تكون الأجهزة الملائمة وللسامبلز أنا شغال عليها أو الحاجات الكونتينرز الآن، كل الأشياء دي درجة الحرارة تكون متوافقة مع جميع الحاجات دي. ممكن نمشي للسلايد اللي بعدها يا باشمهندس. هنشوف على يدنا اليمين شكل فنتليشن، في فنتليشن سيستم بيكون إنه بس تهوية لللاب، يدخل لنا هواء ويبرد وكده، دي بتكون في اللابراتوريز الكيميائية في الغالب زي الفوق الموصله دي، وفي الثانيه بتكون جبالك زي احنا كنا موصلينها مع الكابينيت بتاعت اللي بتطلع لي قلنا البايو سيفتي بتكون متوصله، والثانيه اللي بتكون حقه الفيوم كبرد، حل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل، الفيوم كبرد والبايو سيفتي كابينيت في لابروتري اكويبمنت في اخر اللاب كورس بتاع السيفتي لابروتري في اخر اللاب الكورس ده، هنتكلم بالتفاصيل ان شاء الله عن الحاجتين دي. طيب البوينت اللي بعدها في الفنتليشن دي قام قال لك air flow rates should be monitored regularly to ensure adequate ventilation and should be engineered to avoid dispersion of potential infectious agent and toxic fumes. خلي بالك قال لك لازم تراقب الهواء المدفق ده بانتظام، بيكون في طبعا اجهزه بتقيس ليه بالمناسبه الهواء وكميه السميه الموجوده فيها. قلت في السودان ممكن يكون في معامل بيهتم بالحتات دي، لكن يعني دي حق من الأهمية بمكان عشان انت تعرف تتجنب انتشار العوامل المعدية وتتجنب الأبخر السامة إنها تكون موجودة في اللاب. وتكلمنا عن إنه زمان المونيتورينج كان بيكون بالطيور بالحيوانات عشان انت تعرف إنه في انتشار بتاع غاز سام ولا لا، لأنه الكائن الصغير ده هو صغير بيشم أقل حاجة، وبالإضافة لأنه السمية طوال بتأذيه بإنه بيموت، فانت او بيحصل له اغماء لحد ما يموت، فانت تخلي اللاب الحين الحمد لله الان في حاجات متطوره، اجهزه متطوره بتوريك مثلا زي الاتش 2 اس الموجود في بعض المعامل بالذات معامل البترول، بيقوم بيوريك كميه بتاعت اتش 2 اس المسموح بها والغير مسموح بها، اذا لقيتها فاتت الحد طوال تعمل ايفاكويشن للمحل. هاي احنا الحمد لله في السودان يعني كميه الاتش 2 اس ما عاليه، السلفر اصلا ما موجود عالي، موجود اكثر في مثلا في العراق، في النفط بتاعهم فيه كميه بتاعه سلفر عالي، سلفر كونتنت، وفي اتش 2 اس كتير يعني، فدي مشكله وبتؤدي دايما مرات ممكن تعمل مشاكل بتاعه اختناقات، وتقريبا حصلت قبل كده يعني اختناقات لعمال بعدد كبير بسبب الغازات دي. برضو في
في المنادم الحاجة دي بتحصل. المنادم هي نوع من أنواع المعامل. المنادم أثناء العمل فيها بعض مرات بيكون في أبخرة بتكون جاية من الشقوق، والعامل ده بيكون شغال تعدين، يعني زي ما بيقولوا تعدين على معادن. المعادن دي لو لقيت لها هواء ساخن ومعاه شوية رطوبة بتعمل انفجارات. وإحنا كان اتكلمنا قبل كده عن إنه الصوديوم من أو الصوديوم بيعمل، يعني لو لقى حرارة وموية وبيعمل انفجار. فأنت مثلا في المعادن دي بيكون معادن لعدد من التعدين لعدد من أنواع المعادن، تلقى لك موية ودرجة حرارة عالية بتحصل انفجارات. يعني فدي برضو من الحتات المهمة، يعني الشقوق اللي بتكون طالعة من المعادن تطلع بخيرة وهكذا. المهم فقال لك خلي بالك في حتة مهمة شديد، البوينت اللي بعدها ventilation ducts should be isolated from the general worker work space in order to avoid the spread of or airborne infectious agent or smell in the rest of workplace. يقول لك خلي بالك انا لازم اعزل غنوات التهويه عن مساحه العمل، يعني غنوات التهويه دي لازم تكون معزوله، يعني ما خليها كده قاعده سايسه عاملينها هيك شكل كلوب يا جماعه. ليه؟ عشان اتجنب انه التشتت بتاع الـ 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 الحاجات اللي انا شغال عليها دي، العوامل المعديه، ولا حتى تتشتت لي في الهواء الروائح، ولا تمشي لباقي اماكن العمل. Sometimes المعامل دي بتكون كم معمل يعني مربوطين ببعض، انت ممكن تعمل اذا حاجه مفتوحه دي طبعا مستحيله بتعمل في انتشار لامراض خلال الاريا بتاعت العمل دي كلها، ودي حتكون مشكله كبيره شديده. يعني فانت الاهميه بمكان انها تكون نظام سيستم مغلق وبتعمل له، وبعد ذاك حتى الهواء بيتنقى وبيطلع للجو برا هواء نظيف، هواء ما ملوث، الهواء اللي بيطلع برا. مشكله زمان بيقولوا بعض الدراسات ان كورونا دي طلعت في عطب كان في الفنتليشن سيستم تقريبا بتاع واحد من اللابراتوري، حصل يعني اسكيب للفيروس في البايوسيفتي كابينت دي، والله تعالى اعلم. يعني سمعنا كلام زي ده مهم، فالناس دي من الخطوره بمكان، يعني الناس يهتم للحته دي. ممكن نمشي للبوينت اللي بعدها يا باشمهندس، السلايد اللي بعدها. هنجي للبروبر ديسانفكتنج بروسيدرز. يا جماعه احنا الان اتكلمنا عن جنرال القواعد العامه للسلامه داخل المعامل. من القواعد العامه يا جماعه البروبر ديسانفكتنج بروسيدرز، يعني شنو الديسانفكتنج؟ يعني انا قصدي التعقيم، او يقولوا عليها التطهير الصحي، الاجراءات اللي تحت التطهير الصحي اللي هي انت داير تعمل ما يكون في مايكرو اورجانيزم قاعد ليا، ده التطهير. الفرق شنو بين الديسانفكتنج وبين الهاجين؟ الهاجين النظافه العامه، نظافه عامه، نظافه اللابراتوري عامه ممكن تستخدم فيها منظفات لكن ما مطهرات، ما مستخدم فيها يعني حاجات تعمل لي تشيل لي البايو. ده الفرق بين الهاجين وبين الديس انفكتنج. طيب نشوف الصوره اللي باليمين دي يا باشمهندس، الصوره الاولى والثانيه. شوف العاملين ديل او اللابراتوري وركرز الاثنين ديل لابسين كيف. اول حاجه انت عشان تعمل عمليه بتاعه نظافه او عمليه بتاعه تعقيم او تطهير، انت ذاتك لازم تكون لابس سيفتي كامل. دي لاب بتاع بايو السلامه احيائيه او لاب بتاع ميديكال. شوف التعامل ده، لابس ماسك، لابس ليه، والماسك ذاته بيكون الجريد بتاعه معين تقريبا على اساس انك انت ما يدخل ليه البايو الصغيره دي المايكرو اورجانيزمز دي. لابس فول كوت سوت، لابس جلوفز، وبيتعامل بيعمل النظافه. واحد شغال نظافه ميكانيكال والثاني بايده، لكن الاثنين بطريقه يعني محترفه النظافه بتاعته عشان ما يعدي روحه، يتاكد المكان بقى نظيف والاريا امنه وسيف للعاملين الشغالين عليها. طيب نيجي نشوف الكلام ده قال شنو. قال لك describes a process that eliminates many or all pathogenic microorganisms except bacterial spores on intimate object. طيب قال لك خلي بالك العمليه بتاعت اجراءات التطهير دي قال لك اللي هي بنقوم يتم فيها القضاء على العديد او كل الكائنات الحيه الدقيقه المسببه للامراض باستثناء الجراثيم البكتيريه على الاجسام غير الحيه. طيب الحاجه دي قال لك هي شنو؟ طيب بنستخدم قال لك عندنا 5 main types of disinfectant مشهورات يعني شديد widely used: كلوراين، فنوليك كومباوند، كوانترلي امونيوم كومباوند،
الكحول اند ايودين اند ايدو ايودو فورس ايودو فورس. طيب اللي هي دي منه؟ عندنا اول حاجه الكلورين، يا جماعه الكلورين من المعقمات المشهوره، حتى بنستخدمه في تعقيم المياه بنسب محدده بعد ما عملت ترويب للماء او ترويق او عملت ليه وضفت ليه والشب ونظفته، واخر مرحله قبل بعد الكربون النشط انت بتعمل له طوالي كلورين طوالي عشان يشيل لك المواد المسببه للامراض، والكلام ده حتى في الـ بنستخدمها داخل البيوت دي بنقول عليها اسمها برضو هي فلترز داخل المنازل، الفلاتر بتاعت المنازل بتاعت المياه برضو بتمر بها العملية دي. الحاجة اللي بعد الفينوليك كومباوند، مركبات الفينولية، مركبات الأمونيوم الرباعية، الألكوهولز والأيودين والأيودوفور، دي كلها احنا بتكون معقمات. الأيودين لما يحصل لك جرح يا جماعة في البيوت، الأطفال في المستشفيات، في أي حتة، أنت الأيودين ده بتجيبه طوالي بتعمل بيه تعقيم للأيادي. طيب دي احنا اتكلمنا يا جماعه حاليا الكلام ده ان جنرال، هنجي نفصل في الديس انفكتنت دي برضو ليتر اون، في هنتكلم عنها شويه لقدام. طيب نمشي للبوينت اللي بعدها، الهايجين بروسيدر. قبل اتكلمنا عن الديس انفكتنت والاختلاف بين الديس انفكتنت والهايجين، قلنا الهايجين عباره عن يا جماعه اجراءات النظافه العامه لله ما تحتوي لي على تطهير، يعني اللي هي شنو قال لك؟ A clean and well organized laboratory sets the foundation for a safe working environment. قال لك اللاب النظيف والمنظم بيضع عليه الاساس او اللبنات بتاعت العمل في بيئه، في safe working environment، بيئه امنه. جماعه عندنا لابوراتوري 2 لابوراتوريز على يدك اليمين وعلى يدك الشمال، لاحظوهم يا باشمهندس، شوف اللابين دي، اللاب اللي على اليمين ده لاب يفتح النفس في انك تتعامل معاه، لاب نظيف مرتب، حتى بعد انتهى الستولز رافعه فوق بيجي الشخص يشتغل، نزل الستولز دي ويشتغل عليها. شوف اللاب اللي بالشمال ده جادي على اللاب كوت، الارض وسخانه، باقي الكيميكالز بتاعته سبريد افري وير، ده ما لاب، ده ما بيئه عمل ملائمه. ولا انا ذاتي لما اجي اشتغل اقدر اشتغل في ده لابوراتوري كيمستري، لابوراتوري عادي، لاب بتاع كيمياء عادي، ما ممكن انا اجي ادخل لي في لاب بالطريقه دي، ده ما مسموح به، وحاجه ما لائقه انه انا ادخل في لاب زي ده، ولا انا كعامل في لابراتوري من ناحيه سلامه انا اشتغل في لاب بالطريقه دي. يعني اذا خدت حتى الكرسي لو خدته بطريقه ما سيف، يعني جيت داخل بيوقعك فيه ابسط الاشياء، اللاب كوت خدته ممكن اللاب كوت يدفك فيه كيميكالز انت ذاته، يعني اللاب كوت المفروض تكون لابسه انت حامي وروحك، ليه خدته هنا؟ ما اخدته جوا اللاب. لابراتوري عندي اريا برا اللاب بلبس فيها اللاب كوت، حتى انا اجي داخل لما اجي اعمل تيك اوف لللاب كود بطلع بقلعه برا في نفس الاريا، ما بجي داخل اللاب من غير لاب كود، فده معناه انه انا اللاب كود بتاعي ذاته بدخل بقلعه وبلبسه جوا اللاب الاريا دي، فدي ما حاجه سيف ولا حق من من ناحيه سلامه في المعامل، ما حاجه لائقه. مسؤوليه مسؤول السلامه بالمعمل او اللاب مانجر لو في لاب بالمستوى ده، اما مسؤوليه العامل البراء، وهو مساءل طبعا العامل ليه يعمل كده، لكن اللاب مانجر او الزول الشخص مسؤول منه ما المفروض يسمح بالفوضى الحاصلة دي يعني. طيب it is important to follow basic personal hygiene practice such as not eating or drinking laboratories and washing your hands after working with hazardous material. خلي بالك احنا بنتكلم عن مخاطر داخل اللاب الغير نظيف، اللي هي انت مثلا قال لك لازم تتعامل مع ممارسات نظافة داخل المعمل، يعني شخصية آمنة ذات ليك انت، انت ما تاكل داخل المعمل، ما تشرب، ما تخلي تغسل يدينك اذا تعاملت مع مواد خطره. يا جماعه الحته بتاعت الهاجين دي حته من الاهميه بمكان في كل المعامل، وفي بالاهميه بمكان في المعامل بتاعت الميديكال والباي سيفتي، لانه دي معامل انت بتتعامل مع معامل احيائيه، وبتلقى يا جماعه ناس المختبرات الطبيه sometimes في ناس بياكلوا جوا اللابراتوري، كيف انت تتعامل معاه؟ infectious disease، حتى اذا انت تقول لي انا غسلت ايدي انا، لا ما تاكل في اللابراتوري، ما تشرب داخل اللابراتوري، حتى اذا دوامك ضاغط اعملوا انتوا مع بعض الناس اللي قاعدين ده شيك 5 دقائق للاكل، 5 دقائق لشراب الشاي لكده، تعال داخل مره ثانيه، ما تاكل ما تشرب داخل اللابراتوري، انت ما بتاذي نفسك برك، انت اذا شفت اي مرض عندك اسره بتنقل لها المرض ده. فدي من الحاجات المهمه جدا في التعامل، حته الهايجين دي وحته الديس انفكت. الهايجين بالذات
يعني التعقيم ده ممكن الناس تعمله بالمناسبة، بتكون الآن بيجي مثلا الشخص مار يقول لك اي انا مدير المعمل بيحب المعمل يكون معقم ونظيف وبتاع الروتري الاحياء وكده، لكن حته انا ما اكل انا ما اشرب دي مرات مدير المعمل ما متواجد 24 ساعه جنبك، فانت ممكن تاكل وتشرب دي ليك انت، بترجع لامانتك الشخصيه في التعامل مع الحاجه دي، بتحمي روحك، بتحمي محيطك، بتحمي الناس اللي تمشي ليهم في اسرتك، يعني ما تصيبهم بامراض بحاجات معديه. طيب لسه احنا مواصلين يا جماعه في الهاجين، هنمشي قال لك الهاجين بروسيدر، وات ار ذا رولز فور لابوراتوري هاجين، الحاجات الرولز بتحتك تحت الهاجين هي شنو يا جماعه، او النظافه العامه في اللابوراتوري. طيب نعيد مره ثانيه، الهاجين هي النظافه العامه، الديسانفكتنج هي التطهير من المايكرو اورجانيزمز. طيب النظافه العامه قال لك فيها شنو؟ نو فود اور درينك، عامل لنا يا هذه في الرسمة جنبنا دي علامة داش كبيرة نو فود اور درينك، من الأفضل من الأفضل تتعلق البلاسترز دي أو الليبلز دي تكون واضحة مخطوطة قدام أي لاب برا من برا. الحاجة الثانية يقول لك وير يور بي بي اي اند بروبر لاب اتاير، البس الملابس المناسبة للمعمل، والبيرسونال بروتكتيف اكويبمنت الدائرة الصفراء في النص دي فيها لبس الملابس بتاعتك، وأهم شيء بشكل صحيح، يعني انت ممكن تكون لابس لي جلوفز لابس في يدك اليمين ويدك الشمال ما لابس، sometimes بلاقي الناس بيعملوا الحركه دي، الجوجلز يكون لابسها خدتها فوق شعره ولا فوق الطرحه، انت بتحمي بقى شنو؟ اللاب كوت مثلا يقوم كافيه وكده جزء من يدينه طالع برا، في مساحه تلقى بين الجلوفز وبين اللاب كوت، ليه تعمل كده؟ ما هو يحمي لحد نهايه اليد، انا هلبسه بالطريقه السليمه. الجود هاجين، جود هايجين يا جماعه، نظافه العامه للمعمل، نظف المعمل خليه نظيف، كيب اريا كلين، زي السيركل الخضراء فوق دي، شخص بيرمي في الزباله داخل كونتينر، كيب الاريا كلين. انا لما اكون داخل المعمل ليه انا بعد اشتغل الحاجات اللي ممكن انا تديسبوز في الروبش بين عاديه ارميها، الحاجات اللي انا عندي ليها ديسبوز، اتكلمنا عن الكيميكالز كابينت كونتينر بتاعت كيميكالز او كده ارميها عليها، ما خلي الحته ملوثه ووسخانه كده، لازم المظهر العام بتاع اللاب حاجه مهمه شديد. طيب البوينت اللي بعدها يوز بروبر ستورج كونتينر، خلي بالك اهتم لي انك التخزين ثم التخزين، اتكلمنا فوق كان عن الكيميكالز الكونتينر بتاعت التخزين ورصتها، الجلاس وير انا ارصها وانظمها بطريقه مرتبه بحيث انها ما تخدش بعض، ما تتكسر، ما تقع، ده كله عشان سلامتي، سلامه المحيط بتاعي، سلامه اللابروتري اللي انا شغال عليه، الفيا الكيميكالز اللابراتوري اللي بيشتغل في الابريتس اللي بتشتغل فيها كيميكالز مع بعض تخطها جنب بعض، واللي بتشتغل مختلفه تخطها بعيد من بعض، الكيميكالز ذاتها اللي ممكن يحصل لي رياكشن ليها لو تخطها جنب بعض ابعدها من بعض، التخزين والليبولينج يا جماعه، الليبولينج ثم الليبولينج، السلامه دي حاجتين يا جماعه، كتابه وصور، احنا من بدينا بنكرر اكتب وارسم اكتب وارسم، ما في حاجه من غير انك ما تكتب، وكل المواصفات بتاعت الايزو ستاندردز بتقول لك دوكيومنت دوكيومنت دوكيومنت، بتلقى شال دوكيومنت، يعني لازم اي شيء يكون فيه مستند في كتابه، حتى لما يجوا يراجعوك بيراجعوا المستندات ما بيراجعوا الكلام اللي بيقولوه، يقول لك عندك هاجين لللاب هاجين بلانت، تقول له ايوه عندي هاجين بروسيدر، ايوه طيب وريني له، تقول له بننظف الصباح بننظف نص اليوم اخر اليوم قبل ما نطلع بنتاكد، يقول لك لا انا ما داري الكلام وريني مكتوبه، تقوم تجيبها لو مكتوبه ما مكتوبه هو ما بيعتبرها لك، اي حاجه ريتن ثم ريتن ثم ريتن. طيب البوينت اللي بعده ليبل يور ورك سبيس، اللي هو الكلام اللي احنا قلنا ده، علم المساحه بتاعت العمل بتاعك، سمي اي شيء سميه، هنا دي اكريديتد اريا، اريا بتاعت اعتماد، الاجهزه جواها معتمده وبيراجعوا علي وكده، دي اريا اونلي لاب كان اونلي لاب ستاف كان انتل اوثورايز بيرسون، بس يخش هنا في حته ممكن لو جو مدربين تخليهم يخشوها في حته، لا ما ممكن يخشوها الا المدربين الا الاوثرايز بيرسونال اونلي، المدربين ذاتهم ما بدخلهم ليها لاسباب ما، او لو دخلتهم انا في وجودي انا الشخص الاوثرايز ده. طيب ليبلز انه هنا ده طبعا هذا نو سموكينج اهم حاجه، نو ايت نو درينك وكل الحاجات دي. طيب ستاي فوكسد اند اوير اوف يور سراوندينج، خليك يا اخي حافظ على وعيك والتركيز بتاعك
ومخليك مركز على البيئة اللي حولك، انت تكون عارف الخطر الكامن بك في البيئة تحت العمل بتاعك ده. انت زول موظف قاعد لك كم سنة، اكيد بتكون عارف مشيت موظف جديد لبيئة عمل بسوقك مندوب السلامة. احنا عندنا كان في شركتنا كده مندوب السلامة بيلففك وبوريك، ايضا لو انت جيت تريني مدة شهر، لو جيت مدة 5 يوم توديك سلامة عامة للمنطقة عامة وسلامة للحتة اللي حتشتغل فيها اجراءات السلامة، والايفاكويشن بلان اللي حتحصل انت المفروض تحصل لك شنو لو حصلت طوارئ داخل المنطقة كيف. عرفت الكلام ده انت بعد ده لازم تتفقد بيئة عملك، بلاك تعاين يمين شمال تعرف مكان من الخطر. فانت زول موظف ومؤهل وصلت لمرحلة بتاعت انك اشتغلتها، فشوف الخطر الكامل في المعمل ده، خطر احيائي، الحاجات اللي ممكن تجيب لي خطر، خطر بتاع ثيرمال بتاع تسخين، حتى المعامل الاحيائيه فيها حاجات بتسخينها، الاخطار اللي حولك، الجزاز الجلاس وير اذا اتكسر فيها مخاطر زي دي سبيل اوف ماتيريال، تكون اوير وتكون صاحي. دونت ورك الون، ما تشتغل لوحدك، ما تشتغل لوحدك، ما تشتغل لوحدك. انت شغال لوحدك جوا اللاب، لا ان شاء الله زميلك يكون من برا، طبعا اغلب اللاب بروتريز بيكون جليزنج زجاج عشان الناس اللي جوا يكونوا شايفينهم، فدي من الاهميه بمكان. من الحاجات الثانيه برضو المفروض تتذكر يا جماعه الميك اب، نو ميك اب، نو ميك اب داخل اللابراتوري، ما تستخدم ميك اب للسيدات والانسات، ما يستخدموا ميك اب نهائيا داخل اللابراتوريز، نو ميك اب يعني انت بتحت الاحيائيه دي بالذات يعني نو ميك اب، نو ايت نو درينك، ما في تاتش بسبب يعني كده عموما اجزاء وجهك دي حاول انك ما تلمسها نهائيا وانت شغال. بعد ما اشتغلت ممكن تطلع برا او حتى بعد تعمل تطهير لايديك بطريقه ما ممكن تشتغل تلمس اي جزء من وجهك اثناء ما انت شغال. طيب ممكن نمشي للبوينت اللي بعده يا باشمهندس. عندنا بعد ده حنمشي لل البروسيدر اوف بروسيدرز اوف اكسبوجرز اور ريليز اوف ماتيريال، خلي بالك اجراءات التعرض او الاطلاق اللي حصل لي اكسبوجر لمواد. طيب بيولوجيكال ماتيريال، طيب used in a research include microorganisms, viruses, body fluids and tissue cells, recombinant or synthetic nucleic acid molecules, biological toxin and other biological material that may be contaminated or otherwise capable of causing contamination or disease. اللي بالك انت المواد اللي بتتعامل معاها دي تشمل المواد البيولوجيه المستخدمه كلها في البحث، كائنات دقيقه، فيروسات، سوائل الجسم، تشوز الانسجه، الخلايا، الجزيئات بتاعت الحمض النووي، الحاجات، السموم البيولوجيه، المواد البيولوجيه، اي حاجه ملوثه قادره عندنا تسبب لي تلوث او تسبب لي مرض، ده كله احنا بنقول عليها تعرض، ممكن تحصل لك تعرض منها، دي البيولوجيكال ماتيريال. طيب all biological material present risk of cross contamination in a lab operation and most can be an exposure risk of the personnel handling them. يا جماعة احنا مع ناس، اكيد الانسان قابل للخطأ، انت ما مانيوال، ما اوتوميشن، انت ما حاجة جهاز ممكن يقع منك الخطأ، وحتى لو وقع منك الخطأ ما معناه نهاية الدنيا، ما معناه انك انت زول مهمل، في كثير من الاخطاء بتحصل لا يعني خطأ اكسيدنت، ما هو لو ما كان في اكسيدنت حتى في السلامه دي ممكن يقدر يشوف لك، بقول لك الاكسيدنت بتحصل الاكسيدنت، لكن انت لم تكون زول حريص مرتدي اجراءات سلامتك، بتتعامل مع المواد بطريقه امنه وسيف، بتتعامل مع الماتيريالز بتاعتك دي بطريقه سيف وحصل لك اكسيدنت، انا حاجه اقول انك انت انسان كيرلس؟ نو no. انت خلاص انت عديت اللي عليك، بعد ده اكسيدنت بيحصل يعني، لكن انت تكون ملتزم بكل الاجراءات، حتى لما يجي يحصل لك انفستيجيشن بيشوفوا انت كنت ملتزم ولا ما ملتزم. طيب قال لك جميع المواد البيولوجيه دي بتمثل لنا خطوره بمكان في التبادل بتاع العمليات المعمليه، ويمكن يشكل معظمة خطر للتعرض للموظفين اللي بيتعاملوا معاه، يعني الناس اللي بيتعاملوا معاه ده بتشكل خطر عليهم. Therefore, it is essential that all lab personnel understand and proficient and constant in performing biosafety practice in accordance with applicable biosafety standards. عشان كده من الضروري الناس الموظفين المختبر ديل يكونوا عارفين، ومش قلك عارفين ساي، بارعين ومنسقين في أداء ممارسات السلامة الحيوية حسب شنو المعايير بتاعت السلامة الحيوية المعمول بها. احنا قلنا هنا حاليا شغالين بالمعيار بتاع الايزو ده، لكن انت ان جنرال في معايير ستاندر عالمية ممكن بتكون تحت السلامة دي، تحت السيفتي دي، خلي بالك انت لازم تكون اوير بيها،
وعارفة وتدربي اصطافك عليها، وانت كشخص بتكون اتاش مع الحاجة دي، المفروض تكون بارع في التعامل معها في حالة انك انت شنو البروسيدرز دي تكون فاهمة وعارفة. يا جماعة دي الجنرال رولز، احنا تاني نعيد ونكرر، الجنرال رولز انك تكون عارف كل الحاجات دي بما فيها البروسيجر اوف اكسبوجر اند ريليس، بما فيها البروسيجر بتاعت الهايجين، دي جنرال رولز للتعامل مع المواد الماتيريالز الديزيز والاورجانيزمز الموجوده في المعامل الاحيائيه والمعامل الميديكال لابوراتوري. البوينت الاخيره in doing so the potential of exposures in incidents and spills of biological material will be minimized. انت اذا عملت الكلام الفوق ده كله اللي قلنا ده، اكيد احتماليه بتاعت وقوع حوادث التعرض والانسكابات البيولوجيه بتقللها، ما هنقول حتكون ما فيش لكن بتقللها، يعني حيكون قليله ان شاء الله، ما حتكون شنو كثيره. طيب نشوف حاليا الهاند ووش افتر هاندلنج في السلايد اللي بعدها. عندنا في طبعا عشان في التعرض، التعرض هو حيكون عن طريق شنو؟ يا هو عن طريق التنفس او عن طريق الفم او كده، وعن طريق الايدين ديل، واغلب التعرض يا جماعه هو في الايدين. التست ده بتشتغله بايدينك، الاجراءات العمل دائما تحت العامل بتاع الكيميست او اللابراتوري امبلوي بيكون عن طريق ايدين وديل. اول حاجه هاند ووش افتر هاندلنج بايولوجيكال اند بوتنشالي هازارديس ماتيريال after taking off gloves and before gloves and before leaving the lab. خلي بالك يدينك تغسيلة قبل ما تتعامل مع مواد بيولوجية وتلبس القفازات، وقبل ما تجي مارق اللابراتوري تطلع التيك اوف لل الجلوفز ده، وتغسيل غسيل نظيف نظيف نظيف. البوينت اللي بعده avoiding hand to face or mouth contact. دي حتة قلناها فوق، بتلاقي المعلومات بيكرروها وبيعيدوها لك في السيفتي، لان دي ما تلمس يدك تلمس بها وشك او يور ماوث ابدا، سواء ميك اب سواء مكياج اكل شراب اي حاجه، ايزر سموكينج، واصلا سموكينج داخل اللابراتوري ممنوع ثم ممنوع ثم ممنوع. طيب نو هنمشي للبوينت بعدها، قال لك اور ابلاينج كوزماتيك اللاب، يا هو هنا ذكر قال لك ما تعمل كوزماتيكس داخل اللاب ابدا، اور سموكينج، سموكينج وهو ممنوع، السموكينج يا جماعه ممنوع. قال لك ديس انفكتنج ورك سيرفيسز ديلي اند دي كونتامينيتنج افتر سبيلز. خلي بالك انا لازم اعمل ديس انفكتنج لللابراتوري يوميا يوميا يوميا، اطهره وخصوصا بعد الانسكابات افتر السبيلز، لو حصل اي سبيلز لسبب ما يا جماعه، احنا قلنا احنا بشر بيحصل منا الخطا، انا لازم اعمل شنو؟ اكلين بامان نظافه هايجين نو ديس انفكتنج، تطهير للمنطقه دي الطريقه بتاعت غسل الايدين السيف يا جماعه. البوينت الاولى نمشي بالدور يا باشمهندس، ممكن تعملين عليها بالمونيتر، ويت يور هاندز، اعمل تبليل لايدينك، ابلاي قال لك البلين صوب، اعمل صابون يا هدى، حط صابون عشان انت تغسل به. البوينت اللي بعدها قال لك rub hands together، اليدين ديل اعمل ليهم تاتش مع بعض كده ده، والغسل طبعا تتذكروا كان في ايام الكورونا قال لك المينيموم كان اكثر من 20 minutes تقريبا، اذا ما كانت تتذكر يعني ما اقل من 20 ثانيه انت تكون بتدعك في يدينك ديل، مرات يقول لك لحد 30 ثانيه. بعد ذاك نمبر 4 rinse your hands، اغسل بالماء غسل نظيف. بعد ذاك dry your hands، تجيب المنديل تنظف به. البوينت الاخيره قال لك turn off taps with بيبر تاول، الماسوره او اللي انت اشتغلتها بعد جفيفه كمان. وبالمناسبه لما تيجي تغسل انت ما بتلمس يدينك بالماسوره بطريقه ما كده، بترفع الماسوره ممكن بكوعك دائما تخليها ان حاجه بتقدر ترفعها، يعني عشان انت ما تعمل تاتش للمواسير دي وتعمل ليها كونتامينيشن، يعني تعمل باي حاجه انت شايلها، بالرغم انك كنت لابس جلوفز والجلوفز حاميك واي حاجه، لكن احتمال تكون شايل لمواد خطره في ايدينك، بايو اورجانيزمز او اي حاجه. طيب كده عرفنا الطريقه الان للغسل الايدين، وده الكلام ده كله يا جماعه احنا بنتكلم عن الريجوليشن العامه او الروز العامه للعمل داخل المعامل البيولوجيه والميديكال لابوراتوري. خلي بالك نظافه الايدين، اتكلمنا كنا عن البوينت اللي قبليها الهايجين، وتكلمنا انك كيف لما في حالتين انك تعرضت او حصل سبيل تتعامل، اول حاجه انك كيف تغسل ايدينك
نمشي للسلايد اللي بعدها يا باشمهندس. بعد ده في البروسيدر فور سبيل اور اوف ماتيريال، اذا حصل لي انسكاب انا المفروض اعمل شنو؟ طيب جبالك حال التعرض، تعرضنا ليدينا وجبنا مثال لها غسل الايدين وكذا. الان لو حصل سبيل انا يحصل لي شنو؟ سبيل از از ان انتندد يونيتندد ان انتندد انا اسفه ان انتندد ريليز اوف ماتيريال فروم ا كونتينر، لك يعني هو بيحصل لي انسكاب اللي هو الانتندد، هو اطلاق غير مقصود، ريليز اطلاق غير مقصود لماتيريال فروم كونتينر من حاويه، يعني حاجه بدون قصد اتكسر منك مثلا سامبل بتاعت بلط، والبلط ده ملوث مثلا ب اتش اي في نسال الله السلامه، بفيروس الايدز، طيب نقص المناعه البشريه او العوز نقص المناعه. يلك بايولوجيكال ماتيريال سبيلز بين قوسين الحياة اللي بنعملها دي يا جماعة بتكون قلنا دائما حاجات بوينت مهمة. قال لك aside from those involving material requiring BSL3 contaminate، قال لك جزء من الحاجات البيولوجية اللي بتطلع دي قال لك ممكن دي بتكون بتتطلب لها احتواء بتاع PLS3 contaminates. هنجي نرجع يا جماعة biosafety levels دي في الليكشر الجاي ان شاء الله حنعرفه ونعرف يعني شو بايو سيفتي ليفل 3، بايو سيفتي ليفل 4، بايو سيفتي ليفل 1 لابراتوري، نتعرض لها بالديتيلز يعني حتى شكل اللاب عامل كيف. قال لك بريزنت ذا جريتست ريسك فور بيرسونال اكسبوجر وين زي انفولف، قال لك دي اكثر حتات بيكون فيها خطر لتعرض الموظفين. طيب التعرض بتاع الموظف ده الخطر بيكون اكبر شديد إذا حصل شنو؟ involve بيتضمن لي شنو يعني؟ broken number one broken glasses، يكون في زجاجيات مكسورة. يا جماعة تكلمنا عن الزجاجيات المكسورة والتعامل معها في اللابروتريز عموما، فوق في الجلاسوير قلنا جلاسوير دي بتتعامل في كل اللابروتريز موجودة، أي لاب أي لاب جلاسوير بتكون موجودة مع اختلاف نوع الجلاسوير المستخدم. لكن هنا الجلاسوير المستخدم في البايو سيفتي أو في الميديكال خطورته اكبر اذا اتكسر وفيه عينه بتاعت بلط كونتامينيشن فيها فيها كميه، انت ممكن يحصل لك كونتامينيشن، يحصل لك تعرض او تلوث في جسدك لو اتجرحت ودخل البلط الملوث ده الى داخل جلدك. عشان كده هنا الخطوره اكبر 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 في اللابراتوري الكيميائي الخطوره بانه برضه الكيميكالز يعمل لك مشاكل غير الزجاج اللي بيجرحك ده، الكيميكالز هنا الخطر بيكون احيائي خطر كبير يعني. point number two large quantities in excess of 15 mL per vessel قال لك or occur in a public or common use area، قال لك خلي بالك إذا كمان كان الإسبيل بكمية أكبر من 50 مل أو لو حصلت في مكان عام أو مكان مشترك. في لابروتري كبير مقسم لعدد من اللابروتريز، وفي لابروتري زور شاي سامبل بتاعت لابروتري طالع بها بره في المستشفى في ايده بطريقه غلط، هو المفروض تشيله في كونتينر عشان الحوادث الزي دي، قام شايله قامت طق وقعت منه في البراح بتاع المستشفى وفيها اتكسرت فيها سامبل معديه، فدي حاجه خطر شديد منطقه عامه استخدام مشترك وكميتها لو كبيره كمان دي مشكله كبيره شديد، خلي بالك للحته دي. طيب قال لك لابس ذات كاري اوت، قال لك لابس ذات كاري اوت اوبريشنز ذات كود جنريت ذيس تايب اوف سبيل ويل نيد ديزاينيتد سبلايز اند استابليش اند استابليش اند ان استابليش بروسيدر فور ريسبوندينج تو ساتش سبيل ان ا مانر ذات انشور سيفتي فور اول. المعامل اللي بتحتوي لي بنفذ عمليات ممكن تولد لي انواع خطيره من الانسكابات دي، انسكاب اكثر من 50 مل في الغالب، في الانسكابات بتاعت العينات البلطي بتكون صغيره صغيره، لكن مرات بيكون عينه مثلا في 50 مل، هو قال لك وات ايفر ات واز 50 مل دي كانت شنو بالنسبه للبايو سيفتي. ممكن يكون شايل حاجه ماده كيميكالز برضو مع الفيلم، المهم مهما كانت الحاجه دي كميتها كم كبيره وذات لاب ممكن يتعرض لنا فيه لكسر اللاب سلبي، ممكن في احتماليه يحصل لها كلام زي ده يا جماعه، لازم يكون عندها اجراء، اجراء لانه كيف انا استجيب للحاصل ده، وكمان يكون في امدادات مخصصه يعني طوالي المفروض يحصل كده
في بروسيدر مكتوبه ان كيس اوف سبيل اوف كده 1 اعمل كده، نمبر 2 اعمل كده، نمبر 3 اعمل كده، حاجه مكتوبه ريتن وافيلبل، العاملين يقدروا يتحصلوا على ويقوموا بهذا العمل. طيب يقول لك this can achieve by assembling a spill kit and training personnel on the response procedure. الحاجة دي قال لك يا جماعة بنقدر نحققها للجميع، كيف؟ عن طريق مجموعة من أدوات الانسكاب وندرب الموظفين على إجراءات الاستجابة في حالة حدوث الانسكاب. يا جماعة السبيلز والديسبوز هنتكلم عنهم في آخر اللاب، لاب سيفتي كورس، لابراتوريز سيفتي لابراتوريز كورس، يعني الكورس بتاعنا ده في اخر حاجه هنتكلم عن السيف ديسبوز اند سيف في حاله السبيل برضو بتفاصيل اكثر. دي جنرال رولز للمعامل الاحيائيه والميديكال لابراتوري المفروض يحصل فيها شنو اذا حصل سبيل. يا جماعه حصل تدفق لازم العاملين يكونوا يعرفوا يتعاملوا، يكون عندنا سبيل كيت اللي هي بيقول عليها الحقيبه بتاعه السلامه بتاعه الانسكاب او ادوات سلامه للانسكاب. والموظفين يا جماعه التدريب، بوينتس مهمه في السلامه، تدريب ثم التدريب، اكتب ثم اكتب، شوف الرسمه بتدل على شنو، والبيكتوغرامز اعرف البيكتوغرامز او الرسوم التوضيحيه اللي انا بتعامل معها عشان انا اقدر اكون امنه، احافظ على نفسي، على محيطي، على الاشخاص الشغالين معي. بكده بنكون كملنا الجنرال رولز العامة المفروض تكون في البايو سيفتي لابوراتوريز والميديكال لابوراتوريز. الزمن بتاعنا كيف يا باشمهندس؟ طيب بالنسبة للزمن تقريبا خلاص، يعني ما أظن نقدر نتكلم عن البايو سيفتي، خصوصا إنه الكلام حوله كثير جدا، فممكن إن شاء الله نخليه للمحاضرة القادمة اللي هو في الدي نمبر 6. أنا عندي سؤال صراحة، قبل كنت عاوز أسأل السؤال دي، لكن بس إذا عدينا النقطة فما حبيت أرجعك لورا، لكن بما إنه الآن تفضل. شبه خلصنا نرجع للسؤال. السؤال بتاعي فيما يخص موضوع الليبلينج بالنسبة للسامبلز اللي هي في دو ان دو نوت دير، تمام؟ طيب دائما يعني مرات بنسمع انه في شخص معين تم تصنيفه بصورة خاطئة، انه عنده مثلا اعراض بتاعة مرض معين بعد مشى فحص في المعمل. يعني انا لما مشيت المعمل شاك انه عندي ملاريا، دوسنتاريا، وات ايفر، يعني المهم مشيت فحصت قال لي عندك مرض، بعد فترة زمنية اكتشفت انه انا اصلا ما عندي الحاجة دي. فهل الحاجة دي ممكن تحصل بسبب السامبلز اللي بياخدوها الناس دي؟ هل ممكن تختلط مع بعض؟ يعني خصوصا في السودان يعني شايف انه عندنا بيكتبوها بخط اليد، يعني نادر جدا تلقى الا المستشفيات الكبيرة، اوكي بتلقى عندهم الستيكرز والحاجات دي. فور شور يا باشمهندس، انا اللي قدامك دي حصل لي كيس زي ده احكي لك. اتشخصت يعني تشخيص بتاع مرض خاطئ، وكان فقام الطبيب يعني اضطر قال لي لازم تعملي لي اجراءات يعني زياده، عملي لي سكان وانا اسف الموجات فوق الصوتيه وكده والحاجه دي، لانه قال لي التشخيص الظاهر لي ده انه يعني في حاجه ما يعني هنا ده انديكيت لانه انت يعني لازم تعملي تشخيص افضل. مشيت عملت الموجات الصوتيه رجعتها هي حصوه، يعني هي ما في دلاله على انه هنا في حصوه، فبالتالي هو يعني انا حسيت من كلامه انه الحاجه دي خطا في السامبل. يعني مثلا بعض مرات مثلا الحاجات دي بتحصل كتير، وبالمناسبه حكايه التشخيص الخاطئ دي ما بتكون لانه مثلا الشخص الشغال ده ما يعرف المرض او كده، لا ديورنج السامبلينج ده ديورنج الليبلينج بتاع السامبل، يعني هو مثلا بيتكلم مع زميله وما مركز طقلط عامل لك اللصقه على عينه، او انتوا جيتوا مثلا شخصين مع بعض في نفس اللحظه مع بعض، او اخت اختها او زول، يعني الناس سلمتوا عينتين اثناء ما بيكتب، بس عدم تركيز منه قام عمل الحاجه دي. ليه اتعملت حاليا كل السيستم بتاعت الترقيم دي يا باشمهندس؟ عشان الحاجه دي، يعني السيستم بتاع الترقيم ده بيحميك بحيث انه من هناك بعدين شنو اللاب افضل شخص ما عدد. بعد مرات مش تلقى المعامل بتكون شفتها في السودان يكون في ثلاثه اربعه قاعدين داخل اللابروتري، يعني هو العامل ده غلط، الموظف بتاع اللاب غلط انه يعلق يعمل لك ليبل في حته ثانيه، لكن برضه في خطا بتاع انه انت ما احنا ثلاثه واربعه نكون قاعدين،
ويشيل السامبل دي ويقعد يلصق، وهو زول مضغوط بيشتغل 6 مرات 8 ساعات مرات 10 ساعات حسب الدوام بتاعه، عنده كم يعني الورديه بتاعته بتاعت اللاب الشغال عليها، فانت هو يتحمل جزء من الخطا، واحنا برضه نكون ناس منظمين مرتبين ما ندخل كده بترتيب، بحيث انه نديه فرصه انه هو لما يكون داخل اللابراتوري شخص واحد طوالي بيكون مركز، عمل الاستيكر اللصق للشخص الواحد وخطاها ونظمها. طبعا السيستم بيحميك من الاخطاء دي يعني بنسبه كبيره، ولا تزال ممكن تكون في اخطاء، لكن بتحصل في السودان بتحصل، وما انا لوحدي، كم انسان برضه قال لي حصل له حاجه زي دي، انه ادوا النتيجه غلط، مشى عاد التحليل في لابراتوري ثاني طلعت النتيجه مختلفه تماما من اللابراتوري اللي اشتغل فيه، مش مختلفه بدرجه بسيطه، انه مثلا اتشخص بمرض المرض ده قال له ما موجود عندك نهائي. فدي يعني بتحصل يعني الصراحه من ناحيه بتحصل، فهي بتحصل، لكن يعني نديهم الاعذار وما نديهم الاعذار في نفس الوقت، يعني انت زول شغال في لابراتوري خلاص قول لهم يا جماعه ممنوع يدخل شخص واحد، نظم الحكايه وخليك مركز، لان انت ما بتتعامل لسه مع حاجه عاديه، ده مرض، ده انسان، دي بني ادم ودي صحته. في طبيب ما بيكون مثلا خلاص بيعتمد اعتماد كليا على هذا التشخيص اللي انت جبته له، ده نتيجه الفحص مش التشخيص، انا اسفه، نتيجه الفحص اللي جاتك دي بيعتمد عليها كليا وبيديك علاج على هذا، انت بعد تاخذ العلاج بفتره من الزمن بتكتشف انه انت مثلا عييت زياده، تمشي يقول لك انت اصلا ما عندك المرض ده، اخذت العلاج ليه؟ فيعني دي من الحتات المفروض ننتبه لها والله يا باشمهندس، وحاجه يعني وارده، يعني ما بقول لك ما وارده، وارده جدا انها تحصل، وحتى في دول ثانيه وتكفي النظام المتطور ده سام تايمز بتحصل من خطا بشري، لكن ما بتكون بالتكراريه الحاصله احنا في السودان يعني بصوره مستمره، ممكن يعني في خطا ذاته نسبه الخطا في اي حاجه في خطا مسموح به في اي شيء، حتى الجهاز بيقول لك الفحص ده بيكون اوتوماتيك، ده بيقول لك عنده نسبه خطا، ما دي حاجه معروفه في نسبه خطا، لكن لما تكون نسبه الخطا كل ما تكبر انت لازم ترجع للروت كوز، السبب الاساسي اللي خلى لك الخطا ده بقى كتير كده شنو، وتعمل له اليمينيشن او تنحيه تماما بحيث انه الخطا ده ثاني ما يتكرر لك. غاية نسأل الله السلامة. يعني صراحة كثير ايوه بنسمع يقول لك أنت في طبعا حتى بقت مقولة شائعة يقول لك في المستشفيات السودانية تمشي بمرض تيجي طالع بمرض ثاني عادي جدا، يعني شكل الأمور كلها بتحصل بسبب الأخطاء اللي زي دي. كثير كثير بتحصل حقيقي، هذا يعني كثير صراحة. فعموما الموضوع خطير ومحتاج يعني تركيز من الناس، خصوصا الناس اللي بتشتغل في اللاب. وهنا برضو انت قبل ذكرت نقطة مهمة جدا، اللي هو معنى الكلام انه مفترض يكون في روتيشن للناس اللي موجودين في اللاب. يعني انا ما اضغط الزول الموجود في اللاب دي لدرجة ايوه انه بعدين التركيز بتاعه مثلا يقل او يفقد التركيز، خصوصا الناس اللي بتشتغل في الامرجنسي وفي الطوارئ يقول لك انا 24 ساعة شغال هناك فالله المستعان غايته. ايوه وبعدين بتعرضوا لكيميكالز، يعني الناس اللي بيستخدموا ديس انفكتنت بصوره مستمره، وانت بتخش اللاب بتاع الميديكال بتشم الريحه بتاعت الديس انفكتنت صح؟ كثيره، فهي ذاتها بتاثر على مخهم، بتاثر على وعيهم، يعني انت ما هو انسان في النهايه، لازم طبعا الريجوليشن دي بتسنها دائما الجهات المسؤوله، يعني الاثورايزد نقول عليها الجهات المسؤوله، هي المفروض تسن قوانين للحد الاعلى لساعات العمل في المناطق مثلا اللي بيتعرض فيها الانسان لاجهاد معينه وكذا، بحيث انه او اذا اديته اشتغل ال 12 ساعه او ال 24 ساعه دي الراحه بتاعته تكون تامه، مثلا 3 يوم كل 12 ساعه مثلا راحه يومين، كل 24 ساعه راحه 3 يوم، وهكذا يعني، بحيث انه لما يجي راجع يجي راجع مستكمل، وديورنج ال 12 ساعه وال 24 ساعه دي يا حبذا لو كانوا متبادلين هم زملاء مع بعض، زميل حس انه هو تعبان ما انت زملاء، ريح زميلك يعني قول له خلاص انا مثلا بشتغل لك شويه اخذ بريك، انت ان شاء الله بس ربع ساعه كده افصل وتعال راجع ثاني، امشي اشرب لك قهوه تعال راجع ثاني، امشي شم هواء نظيف برا، اطلع برا برا المستشفى شم هواء نظيف عاين للمناظر الطبيعيه دي وتعال راجع ثاني. بالمناسبه المنتل هيلث مهمه جدا في اي عمل، الصحه العقليه والسلامه النفسيه بتاعتك مهمه، ما انت في ضغوطات حاصله لك حتى من داخل الشغل ده الضغط شديد بيأثر عليك، فاطلع شم هواء غير جو تعال راجع مره ثانيه. طيب جزاك الله خير أستاذ سوزي على الشرح والتوضيح. وبكده يا شباب بنكون وصلنا معاكم إلى نهاية اليوم الخامس من دورتنا اللي هي دورة اللاب سيفتي، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونجي غدا في اليوم السادس نواصل حديثنا عن البايو سيفتي. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأخيرا بنقول صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.